طب استاذ ياسر، يمكن النهارده يعني بما ان احنا بنتكلم عن الاهلي، ف يعني الله يرحمه يا رب كابتن هاني مصطفى، كانت النهارده بتشيع جنازه كابتن هاني مصطفى وهو واحد من ابرز نجوم الاهلي. يعني ماذا يقول استاذ ياسر ايوب في تأبين كابتن هاني مصطفى مدرب منتخب مصر الاسبق ونجم الاهلي البارز؟ انت عارف انا اول حوار رياضي عملته في حياتي كان للاهرام الرياضي سنة 90، كان مع كابتن هاني مصطفى. الله يرحمه يا رب. كان ساعتها مصر تأهلت لنهائيات كأس العالم 90. قرر كابتن محمود الجوهري إنه مصر مش هتشارك في كأس الأمم الأفريقية. فاتحاد الكورة قرر إنه يختار هاني مصطفى مدير فني لمنتخب مصر المنتخب البديل اللي هيسافر الجزائر يشارك في كأس الأمم. اوكي. وقبل السفر رحت عملت حوار مع هاني مصطفى وقال لي عبارة ساعتها أنا خدتها غلاف للحوار، عنوان للحوار، وما نسيتهاش رغم 33 سنة. إيه؟ قال لي أنا أقود منتخب أراد له الجميع أن يخسر قبل أن يلعب. ليه؟ لأنه كانت الاهتمام كله كان بالمنتخب الأول وكأس العالم. وكان الدعم كله للمنتخب الكابتن محمود الجوهر الله يرحمه والعد وكتيبه النجوم الكبار بتوع جيل التسعين. وبعتنا هاني مصطفى تأديه واجب. وهو كان من جواه حزين جدا انه يعني كان ممكن لو قدر من الاهتمام وقدر من الدعم لمنتخب مصر. وبعدين انا يعني ده كان الحوار ده كان بدايه صداقه قوية ودائمة مع كابتن هاني. وعايز اقول لك انه كابتن هاني كان مدرب كويس جدا. انا هرجع لك تاني ان هو وهو جاي كان ايه، بس انا بقول لك ان هو كان مدرب كويس جدا. واول مرة مصر تاخد فيها كاس العالم للشباب كان بقيادة هاني مصطفى، وتأهل فيهم لنهائيات كاس العالم لاول مرة في تاريخ مصر في استراليا 1981. وفي البطوله دي عايز اقول لك عشان الناس تعرف قد ايه كان كابتن هاني يعني مدرب افق. تعادلنا في الماتش الاول مع اسبانيا 2-2 وكسبنا المانيا في الماتش الثاني 2-1 وتعادلنا مع المكسيك 3-3 ووصلنا دور الثمانيه ورغم انها كانت اول مره نشارك يعني. وبعدين خسرنا من انجلترا 4-2 كان بعد اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. وكانت الظروف كلها والتوتر طبعا العام في البلد يعني ده كان العذر. فهاني مصطفى مدرب جدا، وهو بقى لاعب احنا عمرنا ما كنا بنسمع عن نجوم مصر على المستوى الافريقي قبل هاني مصطفى. هاني مصطفى ده كان اول نجم مصري يخرج الى افريقيا، وكان في منتخب افريقيا، وكان احسن باك في افريقيا. والحاجة الجميلة بقى اللي هي يعني برضو الناس ممكن كتير متعرفهاش، الإسماعيلي بعد ما خد كأس الأمم اللي أصل بطولة الأندية الأفريقية لأول مرة في تاريخ مصر سنة 69، جه في البطولة الثانية كان برضو عنده لعيبة يعني يا إما أصابة أو اضطرت للاعتزال. فتوجه للأهلي بطلب إنه يستعين بهاني مصطفى في البطوله الافريقيه، كان دوري ساعتها واقف والنشاط الكروي كله واقف في الحرب 67. والاهلي بتيض خاطر يعني. قدم هاني مصطفى انه يلعب الاسماعيلي. هاني مصطفى يعني اوان كان لاعب عظيم وانسان عظيم ومدرب عظيم، وعمل حاجه كمان الناس ما افتكرتهاش له، ان هو احد المؤسسين الحقيقيين للإدارة الرياضية في جامعة الدول العربية. yeah. من اقتناعه بأنه الرياضة وسيلة للتفاهم والتقارب والسلام العربي. وكان كان مدير إدارة ناجح جدا. وكنت بروح له مكتبه في جامعة الدول العربية وكان يقول لي يحكي عن المشاريع باعتزاز. احنا عندنا أولاد من اليمن، عندنا بنات من عمان، عندنا لاعبات من الجزائر، يعني كان شغل نشاط. والاهم منها اقتناعه باللي بيعمله، يعني
بدور الرياضه، وده كان قبل ما الناس تبتدي تتكلم بشكل كبير جدا في دور الرياضه والسلام. فهاني مصطفى يعني الله يرحمه كان الله يرحمه. نجم كبير جدا. بس انا عايز يعني اقول حاجه بعد اذنك، قول يا دكتور قول. انه مش كابتن هاني مصطفى بس اللي توفى، هو في نفس اليوم باعتبار انه مواطن شرقاوي فمات ابو امين ايضا. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. احد عظماء الجيل العظيم الاسطوري للاسماعيلي اللي خد اول كاس افريقيا، وكان باك وتم اختياره احسن باك افريقيا، وكان لاعب عظيم جدا. هو من الزقازيق، كان بيلعب الاسماعيلي ولعب طول عمره الاسماعيلي، وكان له حكايه حصلت من 6 سنين. عمل نادي في الزقازيق، او بالظبط يعني في الزنكلون، دي قريه جنب الزقازيق، على اساس انه انا كنت اقعد معاه اقول له يعني معقوله كابتن ابو امين الزقازيق والشرقيه كلها ما فيهاش نجوم كبار يقدروا يساعدوا فريق الشرقيه انه يبقى من الفرق القويه جدا في الدوري. عمل اكاديميه او نادي للناشئين، بس للاسف مركز جامعه الزقازيق حد هذا النادي، وكان دي لحظه اللي هي كسرته، وعاش بقى بعد كده حزين يعني. الله يرحمه برضه، هو كان لاعب عظيم وعمل كتير جدا. واحنا دايما يعني للاسف بقينا بنفقد اجيال من الناس المتميزين. عشان كده انا اعتقد ان التاريخ الرياضي ده مهم جدا، وتوثيقه حتى كمان في الميا زي ما بيتقال.